فعالية لتوزيع قطع أراضي سكنية لشهداء الضباط والجرحى اللي نسبة عجزهم 100%. طبعا بالمناسبة هاي جمعية بناء المساكن جمعية خاصة للضباط ومسجلين عليها، يعني اللي وزعنا لهم لديهم تسلسلات ومجرد استثنيناهم من التسلسلات لما قدموه من تضحيات من أجل تحرير العراق من داعش الإرهاب. هذه الوجبة هي الوجبة الثانية، 50 قطعة أرض وزعت لأوائل الشهداء وايضا اللي الجرحى اللي عندهم نسبه عجز 100%، واحنا مستمرين ايضا ان شاء الله بوجبات اخرى بتوزيعها باتجاه ان شاء الله الشهداء والجرحى وكل المقاتلين.